مش انه الكبار يعملوا لكم. شو كمان؟ بنحبش انه تضربونا. شو كمان؟ بنحبش يطيحوا علينا. شو كمان؟ بنحبش بنحبش يمزحوا معنا مزح ثقيل. شو كمان؟ استهزئوا يا استهزاء. قصدي استهزئوا. بنحبش يتمسخروا علينا طبعا، بنحبش يضحكوا علينا. شو كمان؟ بتحبوا انه الكبار بتحبوا انه الكبار يتأمروا عليكم كل الوقت؟ التذكرة بيها أمي شايفين؟ كل احترام. لفي انتم. أول شيء أنا كثير مبسوط إنه أنتم حافظين شعر، هذا الشعر الوحيد في كتاب العربية لغتنا في الصف الثالث، يعني فيش شعر غيره للأسف. فأنا كثير مبسوط إنه أنتم حافظين هذا الشعر، لي الدنيا وما فيها وكل العمر قدامي. فتعالوا نرجع، ليش أنا كتبت هذا الكتاب اسمه خدي كالورد؟ الشعر اللي أنتم حكيتوه إستا هو من كتاب لي الدنيا. أخذوه على كتاب العربي من هذا الكتاب، شايفين هاي هي الدنيا وما فيها وكل العمر قدامي، أخذوه من هذا الكتاب وحطوه في كتاب العربي. طبعا أنا وافقت وكنت مبسوط كثير إنه أخذوا الشعر هذا.